ما حكم الذهاب مع الأطفال إلى الألعاب التي يتم فيها تشغيل موسيقى مع الإلكترونية ونحوها؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن إن استطاع الإنسان يضع في أذنيه يعني ما يمنعه من سماع، كان يكون يسمع مثلا قصيدة أو يسمع قصة أو يشغل يوتيوب الحين في التلفونات فيها كل شيء، حيث أنه يستغني بها عن سماع هذه الموسيقى.